انا اليوم عند دكتور مازن قال لي عندي مشكله في خدودي مترهله والرقبه وعندي مشكله في شفايفي ما اريد اكبرها ابى ازمها اساس تبان واضحه اكثر، والعين طبعا عندي شوي ابى ارفعها شوي. اليوم ان شاء الله لهذه السيده الجميله تريد شد زياده للوجه يبين شبابي اكثر، نسويه بالخيوط. الخيوط اللي راح نستعملها اليوم هي خيوط الالف ال من شركة بروديرما، هي متضايقة من نزول الجبين، فهذه راح نرفعها. أيضا حابة تسوي الكات آي، هذا كله ممكن نجريه بالخيوط. الخدود شوية هذه نازلة المنطقة، فممكن أيضا نرفعها شوي بالخيوط. والرقبة ممكن أيضا نحددها أكثر، نحط تقريبا خيط بكل جهة. راح استعملها السكرو على الشفايف حتى نسوي كونتور، وحط لها المونو بشفايفها من فوق حتى تشد.